نتكلم على القصه دي، فكره حتى في قصه المدربين يا كابتن كريم، فكره ان المدرب يبقى ناجح جدا وممكن ماتش ولا ماتشين وسلام عليكم خلاص انت كده ما بقتش مدرب كويس. نفس القصه بقى على مستوى الادارات يعني. هي دي سنه الكوره سنه. ما هي يا كابتن كريم بصراحه مش انا راجل، انا ادم واحد في النادي، انا بقى 4 سنين فاهمني، 4 مواسم. خليهم 10 يا كابتن كريم، ما هو لسه كنت بتكلم في القصه دي. مش معنى بره بيقعدوا الناس تيجي تقول لك يا كريم انت مالكش دعوه انت مدير الكوره. لا مش حاجه اسمها مش دعوه. ايوه مسؤول. زي ما انا بتحاسب في فتره النجاح والناس بتكافئني، في فتره الاخفاق او يبقى في نتائج مش مظبوطه لازم هتحاسب برضه. ما هو يعني ما كابتن كريم، بس انا هقول لك واحده واحده. الجهاز الفني مثلا بتاع ليفربول ده بيورجن كلوب بقالهم 10 سنين اهو، كان عندهم لحظات انتصار عظيمه ولحظات اخفاق وبعد كده لحظات انتصار ثانيه. ما هي الحياه في الكوره بتبقى كده. الفكره ان احنا بس زي ما انت بتقول اتكلم على سنه الحياه، احنا سنه الحياه دي احنا اللي بنحطها هنا في مصر، بس اللي هو انت هتمشي كويس هتبقى تمام مكمل معانا، جه عليك شويه ما بقتش ماشي كويس خلاص انت مش معانا. فهو المفروض نكمل منظومه ناجحه ومنظومه ماشيه بشكل كويس، حتى لو فيها بعض من سوء الحظ، طب ما نكمل لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى فيه التوفيق. ما دي مش برضو انا خلي بالك كريم ما باخدش قرار كده فردي يعني. انا بتكلم مع ليو اشرف، بتكلم مع الاستاذ محمد عبد المنعم المشرف على الفرقه، وبتكلم مع كابتن طارق. بحس كده مثلا ان ممكن يبقى في تغيير، عشان ممكن في تخيل ان الدنيا تبقى افضل. فانا عشان كمان بحب المكان انا ما يعني ما يعني لو انا اللي انا اللي هتغير انا اللي همشي مفيش مشكله. انت علاقتك انت علاقتك انت علاقتك بالكابتن طارق كويسه؟ قرار من نفسي طبعا. انت علاقتك بالكابتن طارق كويسه؟ جدا. كابتن طارق حبيبي، ده اخويا، هو زعلان جدا كمان ان انا ماشي. خلي بالك هو متمسك بيا بشكل كبير. في حاجه يا كابتن كريم بعد اذنك. كابتن احمد شكري عايز يسالك على حاجه يا كابتن كريم بعد اذنك. بس انت يا كابتن كريم مثلا في شغلك واللي انت بتاديه ما فيهوش مثلا ما حدش طلع فيه مشاكل ما بين لعيبه او حاجه، فانت اديت شغلك ومالكش ذنب في الحته اللي هو النتائج والكلام ده كله، بدل انت اديت دورك. فانا شايف ان هي دي مش بتاعتك يعني. او طبعا انت حضرتك ادرى يقصد ان انت دورك عملته باكمل وجه، فانت ليه انت اللي بتبقى منسحب من الحكايه؟ ما هو برضه يا احمد خلي بالك احنا فرقه، عناصر اداره ومدير فني ولعيبه ومدير كوره وجهاز طبي وجهاز اداري، كلنا بنشيل كلنا بنشيل يعني. انا في لحظات الانتصارات الناس بتنسب لي الانتصار او المدير الفني واللعيبه. ماشي بعمل دوري، بس ممكن في رؤيه من الاداره. انت برضو ككريم زي ما قلت لك من شويه انا بحب المكان. بتحس مثلا لما انا اقول كريم مش هيكون موجود اوكي مفيش مشكله ونشوف حاجه ثانيه، فانت بتحافظ على نفسك وبتحافظ على شكلك وبتحافظ على المكان كمان وبتحافظ على المسؤول. ممكن يكون عليه ضغوط معينه، في حد بينتقد، في حاجات كتير برضو بتبقى داخليه. انت عارف الحياه مش سهله. صحيح. يعني مجال الكوره في صراعات وفي ناس عايزه تمسك مكانك وفي ناس بتقطع فيك وفي ناس بتضغط على المسؤول. لسه كنا بنتكلم. انت برضو بيبقى عندك سنس، فاهم قصدي؟ صحيح. بتحس تشوف الدنيا ايه، وانا دايما بحب اكون كبير في المكان اللي انا فيه. مظبوط. واخد وضعي وبحافظ على الناس كمان اللي ماسكه. فانا شفت ان القرار ده هو المظبوط، وبتتطور يعني على فكره مع اداره النادي يعني. احنا نتمنى لك دايما كل التوفيق كابتن الكبير كابتن كريم حسن شحاته، مدير الكره السابق بنادي البنك الاهلي الاعلامي الكبير. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.